بالنسبه لانتاج الحبيب اللقاح او ما هذوما حبيب اللقاح كنجيبوهم من الصندوق. وحنا اليوم عندنا واحد لاريكول ديال العسل موسم جاني عسل الليمون، موسم جاني عسل الليمون شهر 3 شهر 4 عندنا هاد لاريكولت هادي. باين ان تعرفوا هاد لاريكولت هادي صعيبه بزاف، ما يمكن ليناش نقطعوا في الفيرما وندوروا في الفيرما وندوروا حدا نحل، لان المشاكل كثيره نظرا للكوارث الطبيعيه اللي هي بالنسبه للخدامه كاين في الفيرما، بالنسبه لكلشي. بالنسبه للنحل بالنهار ممنوع باش تخدم النحل بالنهار، بالنسبه للنحل اللي عنده واحد 50 ريشيتا او 50 لاريش ولا 100 لاريش ما يمكنش يقيس النحل بالنهار. الا قاس النحل بالنهار تيوقعوا كوارث طبيعيه بالنسبه للخدامه في الفيرما وبالنسبه لشي طريق ولا مدرسه ولا سوق ولا شي حاجه، راه تيوقعوا كوارث طبيعيه. بالنحل ما كيتخدم حتى يفوت العشاء، فاش يفوت العشاء عاد النحل كيتخدم على خاطر طريقه، وكيخدم بواحد الطريقه اللي هي طريقه طبيعيه، تيكون الرابوس كيكون داكشي على حقو طريقو. تخدم النحل تجي بنهار الصباح بحال ما درتي حتى حاجه، اما لا خدمتي بنهار بنهار غادي تقتل بنادم. باننا تنجنيو في الفيرما كنجيبو للدار تنجيبو لي ريش خاويين، النحل كنخليوه بان لي ريش اللي عامرين كنخليوهم في الفيرما، كنجيبو غير لي ريش اللي هما ناضجين. لا ريكولت راكم تتعرفوا تنجيو للمكازا كندورو في المكازا، وبالنسبه للغد عاوتاني كنردو لي ريش كنردوهم عاوتاني لعند النحل، ومن عند النحل عاوتاني كنقطعو تنردو، ومن بعد تتكون واحد ترونزفازمون اللي هي ترونشيمونس اللي هي تنحولو من الليمون للزقوم. بان تتعرفوا بني ملال عندها واحد ثلاثه د العناصر، كاين الزقوم الليمون الزعتر الكاليتوس. بالنسبه لليمون كاين الحواميض بني ملال، بالنسبه للزقوم كاين فم الجمعه تنانت بزوع عينه سردون القصيبه، بالنسبه للكاليبتوس كاين بوسكوره كازا كاين جديده كاين سيدي سليمان الغرب، وبالنسبه للزعتر اما تنطلعوا الاسول واما كنطلعوا الجيتسوس ما الصدرعه. وبالنسبه للربيع اللي تيبدا في لومواويت بالنسبه للانرجي، وبالنسبه للجيت زاويه احنصال بان هي تتبدا حتى هي في لومواويت، والدورانيه راكم تتعرفوها الدورانيه كامله كدور. المهم بالنسبه لليريش اللي تنجيبو، الليريش اللي تنجيبو تنجيبو من المكازا تيكونوا مجويين، كنهزهم كنحيدو لهم ديك الروشيته الفوقانيه، كندورهم في ليكستراكتور، من بعد ليكستراكتور كنردوهم الليريش، من مورا الليريش تنديروهم في اما تيرجعوا للنحل اما تنديروا لهم الدواء. بالنسبه تنخويو العسل كنديروه في اللاطات تتصفى تنعاودو نصفيوها عاد تنديروها في لومبالاجات. بالنسبه للشمع ديك الفريره اللي تنحيدوها، هذيك الفريره اللي تتحيد من الفوق كنجمعوها كندوبوها كنخرجوا منها الحجره حره، هذيك الحجره حره كنزيدوا عليها شويه البارافين تنصاوبوا منها الشمع اللي هو تنخدموا به بالعام الجاي. العام الجاي ان شاء الله كنخدموا ذاك الشمع بلا ما نشريو الشمع، تنديروه من عندنا نيت كلشي من عندنا. هذاك النحل ديالنا كلشي تيدير تيعطينا الشمع تيعطينا العسل تيعطينا بروبوليس تيعطينا لاجولي رويال، الحمد لله كلشي تيعطي لنا النحل، حتى حاجه ما تنصيروها من جيبنا كلشي تيصيرها من جيبو هو. بالنسبه للبروبوليس النحل كيجيبو كيجيبوه اما من طريق اما من الشجر اما المهمش، بروبوليس راه اما تيسودي به كاع داكشي المشاكل اللي عنده في الخليه، شي حاجه مهرسه شي حاجه متقوبه شي حاجه ميته شي حاجه تيسوديها بالبروبوليس. وبالنسبه للبولين كيجيبو بالنسبه للالاف بالنسبه للاري اللي تتبيض داك البولين كيخدم بالنسبه ديك اللالاف. بالنسبه لاجولي رويال، لاجولي رويال كتكون في لومو في القسيم فاش تبغي لارين تبدل ولا تيكون في القصيب تتكون لاجولي رويال في ديك لي سيلي الرويال، هذيك هي لاجولي رويال. الناس اللي بغاو يربيو النحل راه النحل مهنه شريفه، الناس اللي بغات تقدم للنحل خص تكون عندها الشكاره وخص الناس يخدموا بالنيه، راه النحل ما تيضيعش ولو الى خواليكم النحل، راه النحل غادي عمر عام الجاي ان شاء الله. حنا راه خوالينا النحل هو عمر، وتنشكروا السلطات اللي وقفت معنا، كنشكروا مكتب لونصا اللي هو ساندنا بالدواء وعاوننا ووقف معنا في جنبنا، ومهم وقف معنا في الشده وفي الحده ماديا ومعنويا، وكنشكروا جميع الفيدراليات اللي هما واقفين معنا، وكنطلبوا من الدوله بان توقف معنا بان تعطينا شويه الدعم. بالنسبه لهذا البروبوليس هذا كيجيبوا النحل اما شي يدير به الاشغال ديالو، بالنسبه للنحل النحل اما تيشد به تقابي
شي حاجه شي خاليه مسدوده في شي صندوق ولا شي حاجه كيسدوا شي حاجه فيها الضوء كيسدها ولا شي حشره مضره دخلت على النحل كيقتلها النحل. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.